تقديرا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود حفظه الله لما قدمه ويقدمه ابناؤه منسوب جميع القوات العسكريه المشاركون في عمليه اعاده الامل من بطولات وتضحيات ورغبته ايده الله في الاعتناء بما يدخل البهجه والسرور على قلوبهم وقلوب اسرهم وبناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع فقد صدر امره الكريم يحفظه الله برقم اربعه وخمسين وتاريخ السادس والعشرين من شهر شوال من عام الف للهجره بالعفو عن كافه العسكريين المشاركين في عمليه اعاده الامل من العقوبات العسكريه والمسلكيه الصادره بحقهم وفقا لعدد من القواعد والضوابط حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين ودام على بلادنا نعمه الامن والاستقرار انه سميع مجيب